اليوم كان في عرض للأطفال بعنوان الشعب يريد، كانت هي عبارة عن ثلاث لوحات. أساس هي اللوحات رسموها الأطفال على ورق، تمام. أول لوحة هي كانت ألم القصف والنزوع. اللوحة الثانية رسمتها طفلة كانت حابة توصل رسالة ضمن مجتمعها أنه ضرورة المحبة، وأنه ما حدا يسمع لأي كلام ثاني، يعني أنت ثق برفيقك، أنه خلي في عندك ثقة برفيقك، تمام. اخر لوحه هي من ضمن الواقع، تمام. في احد بلدات بريف مدينه الباب حصلت حاله استغلال، تمام، او منع لطفله من العمل والدراسه، كانت هي بسن ثانوي، منعت من الدراسه ومن العمل، فلما تم الموافقه على يعني بالاهل فبالشغل استغلوها، تمام، وما اعطوها الاجره اللازم تاخذها هي. الأطفال هني رسموا هذا المشاهد وهني اللي نفذوها. نحن كفريق عمل، كفريق طريق الخبز، ساعدناهم بس كخبرات مو أكثر يعني من هيك، وكان مشرف على هذا الشيء مخرج، حاليا هو ما كان موجود معنا بالعرض.